generation. Through the works of natural run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is bigger than the greatest of the one? In our life, we can't live without our parents. So, do you often see eye to eye with your parents? Raise your hand, please. Anyone else? اشرف الكرعاني شوف ليك ناشطه برشا في الاوبن داي. كيف جاتكم الفكره تعمل اوبن داي في اللغه الانجليزيه وانت كتلميذه وعندك بكالوريا؟ والله اقتراح هو كان نورمالمون يتعمل قبل، اما ما لقيناش الوقت باش نحضره. هو اقترحته مدام جهيم باش نعمل اوبن داي. انا عندي باك نحضر فيه، مي بيسك باك شنو؟ باك سيونس، بيسك نحب برشا لا لونغ انجليز. دونك تتكلم طريقة كبيرة بالانجليزية والفرنساوية، شنو السر؟ السر انه من الاول نتفرج برشا في دي فيلم، دونك نتابع برشا لا لونغ، اي براكتس معناها سور انترنت حاجات كيما هكا. وطالع ولا بيان سور الخطر ما تكفيش فقط انك تحسن النطق، انك تحسن القراءه. صحيح المطالعه اكيد هي اخذت جزء كبير من دور كبير باش انا نولي ننطق بالكدا وبيان نحكي بالكدا باللي لونغ كوسوا فرونسي ولا انجلي. حاجه كيما هكا تلبي النقص الثقافي والحاجه الثقافيه للتلميذ؟ ما نقولش تلبي كومبليتمون، مي ال بو ريكوبيري، تنجم تعطي دافع للتلميذ pour s'exprimer, باش يوري لا موتيفيتي دي زيليف، لا كرياتيفيتي، خاطر فما برشا عباد عندها ما تعمل وعندها ما تقدم، ما يلقاوش شكون يأثرهم، ما يلقاوش شكون يقف معاهم باش يعملوا حاجات كيما هكا. فيصل رمضان استاذ اللغة الإنجليزية، اليوم المفتوح هذايا هو تجربة إن شاء الله نشوفوها في برشا أماكن أخرى، وهي تساعد التلميذ على أنه يعبر على آرائه، انه يظهر الوجه الاخر ليه، يظهر مستوى التواصل نتاعو مع المحيط نتاعو، يظهر مستوى التفاعل نتاعو مع المدرسه نتاعو، مع الاساتذه نتاعو، مع الناس. ان شاء الله يعني اكتشفتوا مواهب في الاوبن داي، فما مواهب كبيره برشا، وتتفاجئ ديما انك تلقى المواهب هذيا وتقول كيفاش ما فقتش بها المواهب هذيا، لكن انت مجرد تعطيهم فرصه تلقى المواهب هذيا تعبر على روحها، سواء بالرسم، سواء بالمسرح، سواء بالتمثيل، سواء بالشعر، وتتفاجئ بالحق انك تشوف الحوايج هذيا. الشط الثقافي ضروري في المعاهد. الشط الثقافي هو عنصر اساسي في العمليه التعليميه، لانه بالحق يخلي الانسان يبدع، يخرج من العمليه الروتينيه هذيك، فهمتني، ويبدع ويحاول انه يكون فاعل.